عبر الهاتف ينضم إلي من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري. أحمد، إذا تفاصيل أكثر معك حول هذه الحادثة. هناك روايتان كالعادة، الرواية الإسرائيلية التي تتحدث بأن هذا الرجل وهو في الأربعين من عمره من أهالي جبل المكبر حاول أن يطعن جنديا إسرائيليا وكان معه سكين وكان معه أيضا علبة للغاز المسيل للدموع. بعد ذلك حاول أن يطعنهم ولكنهم قاموا بإطلاق النار عليه وتم إصابته ونقله للمستشفى. ولكن المصادر الفلسطينية تتحدث عن رواية مختلفة تماما. أولا لم يكن معه سكين، كان معه شفرة، بمعنى بأن حتى التعاطي مع المعلومات الأولية للشرطة الإسرائيلية يبدو أن فيها كان خطأ، وحتى تم تصوير المادة الآلة المعدنية التي كانت في حوزته. وعمره عموما هو في وسط الأربعين من العمر، يعاني من بعض المشاكل. يعني بعض المصادر الفلسطينية تقول بأنه لم يكن معروفا بأنه رجل يعني له نشاط سياسي أو منتمي إلى أحد الأحزاب وما إلى ذلك، وبالتالي كل الملابسات غير معلومة. ولكن هذه القصة كلها تأتي في إطار حالة التوتر التي تعيش الأراضي الفلسطينية تحديدا، وأن هنالك غياب للأفق السياسي. يعني اليوم أيضا كان هنالك عملية أخرى في محاولات الطعن وأطلق النار في مناطق الضفة الغربية الأسبوع الماضي، أيضا كان هنالك هذه العملية. وبالتالي هذه الأجواء الأمنية غير المستقرة التي تأتي في إطار عدم وجود أي أفق سياسي تزيد من احتمال أن يكون هنالك عمليات فردية على حد قول الشرطة الإسرائيلية أو حالة من الانتعاض الكامل. وهذا عموما ما حذر منه جهاز المخابرات الإسرائيلي الشباك الذي قال بأن عدم وجود الأفق السياسي سوف يؤدي إلى عمليات متتالية ومتصاعدة تحديدا وإذا كان هنالك تصميم من قبل الحكومة الإسرائيلية لعملية الضم. اليوم كان هنالك تصريحات لبنيامين نتنياهو الذي أكد بأنه سوف يستمر في عملية إتمام عملية الضم في شهر يوليو القادم في إطار حكومة الوحدة التي تم تشكيلها مؤخرا. أحمد البوديري مراسل الغد من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.